طيب، كان في سؤال جالي على الفيسبوك، باشمهندس بيسأل هو ايه الفرق ما بين النتورك سيكيورتي والانفورميشن سيكيورتي. والله هو النتورك سيكيورتي ان انت بتأمن الأجهزة اللي عندك في الشبكة، زي ما احنا اتكلمنا في تراك سيسكو كده، قلنا ان في كورسات للسيكيورتي، هي دي الكورسات اللي بتعلمك تعمل نتورك سيكيورتي. بتأمنها ازاي؟ نفترض مثلا ان احنا على سويتش، وفي واحد قام جاي جايب كابل وحط اللابتوب بتاعه ووصله وحاول يعمل هاكينج للشبكة بتاعتي، فانا المفروض كنتورك سيكيورتي امنع ان اي حد يخش عندي على السويتش، او امنع ان اي حد يقدر انه يبقى له اكسس على السويتش بتاعي او على النتورك بتاعتي، من خلال ان اعمل اوثنتيكيشن يوزر نيم وباسورد لكل واحد، ان انا اقدر ان انا احدد اعمل ليميتيشن للبورتس اللي عندي او للانترفيس المفتوحه عندي، مش اي حد يقدر يخش لها. اربط مثلا الانترفيس بماك ادرس، او احددها باجهزه معينه بس هتخش عندي، فاي حد تاني غريب بيجي يدخل مش هيقدر يدخل على الشبكه. فالنتورك سكيورتي ان انا برضو احمي الشبكه من اي فيروس او اي تروجن جاي لي. وفي الشبكات يمكن فكره الـ عندنا كيوزرز او ك في الاجهزه اللي عندنا في البيت، انت بتحمي جهازك ازاي؟ بتنزل عليه انتي فيروس، صح، برنامج سوفت وير. بس ممكن يعني ممكن الانتي فيروس ده ما يكونش برنامج، ممكن يكون جهاز، يعني عشان تفهمها ببساطه، ان السوفت وير ده او البرنامج اللي انت بتنزله عشان يحمي جهازك في الاماكن الكبيره او في الشركات الكبيره ما بيكونش برنامج، ما بيكونش سوفت وير، قد يكون هارد وير. فلما بيكون هارد وير بيكون حاجه اسمها اي بي اس او اي دي اس، اللي هو الانتروجن ديكشن سيستم والانتروجن بريفنشن سيستم، اوكي، لا اي بي اس دي. ففكره الاي بي اس والاي دي اس، الاي دي اس ده بيكتشف اي حاجه مش كويسه موجوده عندك على النت، لو حد حابب يعمل اتاكينج عليك او حابب يعمل يهاك السيستم بتاعك، او في تروجن موجود عندك في الباندويتس، او في اي مشكله مش في الباندويتس، فالاي بي دي اس بيقول لك ان في مشكله، لكن الاي بي اس بيكتشف المشكله وبيحلها، يعني يكتشف الفيروس مثلا ويعمل له كل، يعني يشوف ايه الحاجه المشكله الموجوده ويعالجها. لكن الاي دي اس الديتكشن بيقول لك بس ان في مشكله، وانت تدخل بقى تتعامل بايدك، اوكي. فدي بتكون اجهزه، يعني ممكن تكون سوفت ويرز لو الشركه بسيطه مش كبيره، وفي ممكن يكون هارد وير، جهاز كبير انت شاريه عشان بس انه يقدر يهندل موضوع الترافيك عندك، ويشوف لو كان في مالويرز جايه في الباندويتس، او في مشاكل عندك، حد بيحاول يعمل هاكينج على الاجهزه بتاعتك ولا لا، او على السيستم بتاعك ولا لا. فالنتورك سكيورتي بشكل عام هو بيأمن الاجهزه، اوكي، وقلنا لو بيعمل يوزر نيم وباسورد بيحاول يعمل اوثنتيكيشن لاي حاجه، ان اي حد يدخل عندك بيوزر نيم وباسورد، عشان مش اي حد يقدر يبقى له اكسسبيليتي على النتورك بتاعك. طب ايه فكره الانفورميشن سكيورتي؟ لا، الانفورميشن سكيورتي بقى انا بحمي والله ان الداتا ما يحصلهاش مشكله اثناء الارسال، بحمي مثلا الدنيا عندي ان ما يحصلهاش دي دوس اتاك، اوكي. طيب عشان برضو يعني نفهم القصه دي كويس، تعالوا اقول لكم كده لاب، تعالوا اوريكم حاجه كده بسيطه. تخيل ان دي شبكه عندي، شبكه فيها هي كلها شغاله بس الايفون ده داون، تعالوا كده نحط له الكهرباء كابل الباور فيه عشان يشتغل، اوكي. دي شبكه عندي شغاله وزي الفل اهو. طب عشان نعرف الفرق بين النتورك سكيورتي انجينير والانفورميشن سكيورتي انجينير، النتورك انفورميشن النتورك سكيورتي انجينير ده راجل قاعد بيحمي الاجهزه اللي قدامك دي، الاجهزه دي زي راوتر وسويتش واجهزه الكمبيوتر وسيرفر هنا اهو، فهو قاعد بيحمي ان واحد زي ده هاكر، ده هاكر اهو، حابب مثلا انه يدخل هنا، حابب انه يدخل هنا على السويتش ده، حابب انه يخش على السويتش ده عشان يعمل هاكينج للسيرفر ده مثلا. فالمفروض مهمه النتورك سكيورتي انجينير انه يامن السويتش ده، ان مش اي حد يخش عليه، مش اي حد يوصل كده ويعمل لينك بينه وبين السويتش انه يقدر يخش، لا، المفروض يحط له يوزر نيم وباسورد ويعملوا قصه كبيره وعقد الامور. فدي بكل بساطه جدا 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 ده النتورك سكيورتي. طب ايه الانفورميشن سكيورتي بقى؟ انفورميشن سكيورتي تعالوا كده نتخيل ان دي يعني ده شركه في ايجيبت، الجهاز ده في شركه في مصر، والجهاز ده في شركه في امريكا. الراجل اللي قاعد في مصر ده عاوز يبعت ميل للراجل اللي في امريكا،
وليكن يقول له والله يا باشا انا عاوز اخد منك صفقة ب 2 مليون دولار، اوكي؟ يبقى بتاع ايجيبت هيبعت لده، بتاع امريكا يقول له عاوز صفقة ب 2 مليون دولار. فهو هيبعت الميل، الميل هيمشي ازاي؟ الميل هيطلع من هنا يفضل ماشي 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 لغاية ما ايه؟ يروح لامريكا، اوكي؟ طب نفترض ان في هاكر كده جه في النص هنا قدر انه يغير في الداتا اللي ماشية دي او في الميل ده، ويعمل حاجة اسمها داتا موديفيكيشن، انه يقول للراجل ده بدل ما هي 2 مليون دولار لا يخليها مثلا 5 مليون دولار، اوكي؟ فدلوقتي الهاكر قدر البيانات اللي ماشية في النص يقدر يغير فيها، قدر يصنف عليها بطريقة معينة او قدر يعدل فيها بطريقة معينة، فالبيانات اللي ماشية تم التعديل فيها. يعني هو دلوقتي البيانات اللي ماشية هاكت، يعني اخترقت او تم التعديل فيها، يعني صح؟ طيب مين المسؤول بقى انه يأمن القصة دي، ان البيانات اللي ماشية ورايحة وجاية يأمنها؟ هو راجل بتاع الانفورميشن سيكيورتي، اوكي؟ فهو طبعا الهاكر ممكن يكون شغال في شركة تانية، يبعت يعدل الميل ويبعت لده يقول له 5 مليون، والهاكر شغال في شركة مثلا يبعت لده يقول له وقت انا عايزها في 10 مليون، ب 10 مليون، فالشركة اللي شغال فيها الهاكر هي اللي تكسب المزاد او الميزانية، تمام؟ فهي دي الفكرة، ان الانفورميشن سيكيورتي بيحمي الداتا اللي رايحة واللي جاية ان يحصل فيها اي تغيير او اي حاجة، اوكي؟ فدي بكل بساطة طبعا ده له كلام كتير ممكن يتقال فيه، ده له كلام كتير ممكن يتقال فيه، وتخصصات كتير جدا، لكن انا بديك بصورة بسيطة جدا جدا ال difference between network security and information security. طيب حلو جدا. تعالوا نكمل، احنا اتكلمنا عن البروجرامنج والنتورك، تعالوا نتكلم عن الديزاين اند مالتي ميديا. الديزاين اند مالتي ميديا اللي هي ايه؟ والداتا بيز. الديزاين والمالتي ميديا انت تشتغل في مجال الجرافيكس مثلا، الجرافيكس زي الادوب فوتوشوب والاستريتور والدور كرو كرو درو وال3 دي ماكس، ان انت بتعمل دعايه، تصميمات دعايه واعلان زي اللوجوهات بتاع اي شركه، اللوجوز بتاع الشركات، بتعمل دعايه واعلان، اوكي؟ زي مثلا البانرز اللي بتلاقيها متعلقه في اي مكان اللي بيعملها حد دارس جرافيكس، اوكي؟ المالتي ميديا بقى هي الدعايه والاعلان التلفزيونيه، اللي انت تقدر تعمل ايه، تتعلم ادوب فلاش وافتر افكت وبريمير وفور دي، تقدر تعدل على فيديوهات، انك تقدر مثلا تعمل فيلم كرتون، تقدر تعمل خدع سينمائيه، تمام؟ الناس اللي هم بيشتغلوا في التلفزيون ان هم بيعملوا البروموهات، ان انت مقدمه البرنامج والنهايه بتاع البرنامج والقصص دي كلها بيبقوا شغالين في المالتي ميديا، اوكي؟ طب ايه الداتا بيز؟ الداتا بيز انك تشتغل قواعد البيانات، قواعد بيانات ممكن تشتغل فيها از ديفلوبر هتعلم كورس اسمه اوراكل ديفلوبر، او از ادمنستريشن فتعلم كورس اسمه اوراكل داتا بيز ادمن او اوراكل دي بي اي، اوكي؟ طبعا الاوراكل يعني اوراكل شركه كبيره جدا، وشغلها دايما بتلاقيه في شركات كبيره وشغل محترم، بس بيحتاج اكسبيرينس، بيحتاج خبره كبيره عشان تقدر تلاقي مكان في شركه محترمه، اوكي؟ الداتا بيز مجالها كبير جدا ولها تفرعات كتيرة جدا، لكن أشهر كورساتها أوراكل ديفلوبر في الديفلوبينج، وأوراكل أدمنستريشن دي بي، أوراكل دي بي إي في الأدمنستريشن. طيب هو يا باشمهندس أنا أقدر أتعلم الكورسات دي إزاي؟ يعني لازم أروح أدفع فلوس في مركز وأتعلم الكورسات دي؟ لأ لأ لأ، الإجابة لأ. طيب إزاي هتعلم؟ طيب ممكن تتعلم الكورسات دي كلها، هتحدد مجال تشتغل فيه في اللي احنا اتكلمنا فيهم، وتبدا تشوف التارجت على الكورس اللي انت عاوز تشتغل فيه او تتعلمه. ممكن تتعلمه من خلال اونلاين تريننج كلاسز، انت تتعلمه من خلال يعني جامعات فاتحه مثلا تعليم على الانترنت، تدخل في اونلاين تريننج كلاسز تتعلم معاهم. وطبعا دلوقتي حتى في حاجات عربي زي اكاديميه ملتقى الدارين والحاجات دي كلها بيعملوا اونلاين تريننج كلاسز، بيعملوا غرف على الانترنت بيعلموا الناس الكورسات دي، فممكن تشترك مع الناس دي وتخش تتعلم معاهم. طيب او ممكن من ويب ريسورسز، انت تستخدم الانترنت تجيب كتب على الانترنت، تخش تقرا في فورمز في منتديات او في بلوجز او في ويب سايتس، او ممكن انك انستراكتور للتريننج، ان انت تروح مركز تدريب زي ما الناس كلها بتستسهل وبتعمل، وتروح تدفع فلوس عشان حد يساعدها انها تذاكر، او حد ينظم لها موضوع المذاكره، او يلاقوا حد انه يقول لهم انتوا عملتوا التاسك ولا لا.
وطبعا يعني اخر حاجه سيلف ستادي، انك تذاكر مع نفسك، وسيلف ستادي بيلم بكل القصه دي. قد تكون بتذاكر اونلاين، تشوف انترنت، ليك واحد صاحبك بياخد كورس، بتاخد بيشرح لك، او بتروح برضه تاخد كورس. السيلف ستادي هو افضل طريقه للمذاكره. تمام، نصيحه، اي حد عايز يروح اي مركز تدريب يتعلم فيه كورس، قبل ما تروح تتعلم الكورس كن مذاكره، ذاكره الاول وبعدين نروح خد خبره الانستراكتور. ما تروحش تكون لسه فريش وتكون لسه مش عارف اي حاجه وتبدا تاخد الكورس، بحيث لو اي معلومه وقعت منك بتلاقي نفسك قاعد زعلان وقاعد مش عارف تركز وتحس ان الدنيا هابط منك. لا، ذاكر لوحدك الكورس على النت، نزل فيديوهات عربي انجليش، كتب عربي انجليش، شوف مواقع وتعلم الكورس الاول، وبعدين نروح خد الكورس مع انستراكتور عشان تكتسب الاكسبيرينس بتاعه. اوكي، حلو جدا. اتكلمنا طبعا يوم الاربعاء في السيشن في الكليه عن بعض التكنولوجيز زي الفيرجوال رياليتي والام تو ام تكنولوجي والفيرجوال كرنسي بيتكوين والكلام ده، واتكلمنا برضو في الهاكينج، اتكلمنا عن الاتاكرز تايبز، اتكلمنا عن اشهر هاكرز الموجودين، اتكلمنا عن الفيزز بتاع الهاكينج، الستيبس، اتكلمنا عن بعض الكونسبتس المهمه، اتكلمنا عن البين تيستينج، اتكلمنا عن مين يقدر يتعلم هاكينج، يقدر يكون عنده شخصيته ايه ويقدر يتعلم ايه، اتكلمنا عن ديدوس اتاك، اتكلمنا عن السبام، وقلنا ايه انواع السبام المختلفه، وازاي القصه ابتدت بالست اللي استاجرت سبامر او بروجرامر انه يعمل دعايه لزوجها المكتب المحاماه بتاعته في امريكا، وبعد كده بدأ الموضوع يتطور ودخل السوشيال ميديا. عرفنا بعض الصور الموجوده في السوشيال ميديا عن السبام، الكلام ده كله اتكلمنا فيه في السيشن، اتكلمنا في السيشن عن الموضوع ده كله، اتكلمنا على الوايرلس هاكينج وادينا نبذه عنه كده، الانكريبشن بتاعه، اتكلمنا ازاي تحمي نفسك، وقفنا هنا. تعالوا اعرفكم ايه هو الباك تراك. الباك تراك هو توزيعه من لينكس، توزيعه دي بنستخدمها ان احنا بنعمل اي حاجه بناخدها بندرسها في البين تيستنج، يعني توزيعه من لينكس، او تقدر تسميها نسخه من لينكس، زي ما في ويندوز له نسخ كده، هي نسخه من لينكس بتقدر بيكون فيها تولز او ادوات تستخدمها عشان تعمل بين تيستنج او تعمل اختراق. اوكي، طيب عاوز اعرفكم على مفهوم كده عشان نبدا نعمل اللاب. في حاجة اسمها الفيرجواليزيشن. فكرة الفيرجواليزيشن ان انا عندي الشيرد هاردوير، يعني عندي هاردوير اللابتوب بتاعي اللي انا بسجل عليه دلوقتي الفيديو ده، هو هاردوير صح، عليه نظام تشغيل اللي هو ايه، ويندوز 7 اللي قدامكم ده. ونظام التشغيل ده انا ممكن احط عليه برنامج اسمه في ام وير ورك ستيشن، تمام، والبرنامج ده من خلاله اعمل حاجة اسمها فيرجوال ماشين، جهاز وهمي، وكل جهاز من الاجهزة الوهمية ديت ممكن احط عليه نظام تشغيل زي ما انا عاوز، واحط عليه ابلكيشنز وبرامج زي ما انا عاوز. اوكي، اللي عاوز يسمع اكتر او مش عارف يعني ايه فيرجواليزيشن، مش عارف ايه هو الفي ام وي ورك ستيشن، ممكن يبقى يشوف الفيديو بتاعي اللي انا كنت رافعه على الانترنت شرح في القصه دي، او يكلمني على الفيسبوك وانا اديله اللينك. اوكي، بس الفكره ان احنا هنستخدم حاجه اسمها في ام وي ورك ستيشن، وهنعمل فيرجوال ماشين، ونخلي جهاز او فيرجوال ماشين جهاز وهمي يختار جهاز وهمي. اوكي، طيب تعالوا بقى نبدا نشوف اللاب بتاعنا. تعالوا بقى نعمل اللاب بتاعنا. فكرة اللاب بتاعنا ايه؟ ان انا هعمل ملف معين ابعته للضحية، مجرد ما الضحية تضغط عليه هيوصلني، يعني ان الضحية ضغط عليه وهقدر اخترق جهاز الضحية. اوكي، طيب انا عملت ايه دلوقتي؟ انا استخدمت برنامج اسمه في ام ورك ستيشن اللي قلت لكم عليه من شويه. البرنامج ده فكرته ايه؟ انا عندي الويندوز الاساسي اللي هو الويندوز بتاعي اهو، اللي هو الويندوز 7 الاساسي، تمام، حاط عليه برنامج اللي هو اسمه في ام وير ورك ستيشن. اوكي، والبرنامج ده ممكن ان اعمل حاجه اسمها مكنه وهميه، يعني اجهزه وهميه. فانا عامل جهاز للهاكر وجهاز للضحيه. اوكي، جهاز الهاكر ويندوز 7 وجهاز الضحيه ويندوز اكس بي، تمام. طيب فاكرين السلايد ده لما قلت لكم انتوا عندنا الجهاز اهو الهاردوير وعليه ويندوز 7 الاصلي واحطه في ام ورك ستيشن، هقدر اعمل ايه؟ فيرجوال ماشينز او اجهزه وهميه. طيب حلو قوي،
تعالوا بقى ايه ندخل كده. ده جهاز الهاكر اهو، انا دلوقتي على جهاز الهاكر. في تولز كتيره جدا، ادوات كتيره تقدر تعمل موضوع التروجن اتاكينج ده، ان انا اطلع فايل وابعته للضحيه والضحيه يقبله فاقدر اختار جهاز الضحيه. في اشهر حاجات دي حاجه اسمها بي فروست. البي فروست في طبعا حاجات تانية كتير زي برامج رات زي البرو رات وزي الانج رات وزي حاجات كتيرة جدا، في البويزن، في برامج كتيرة جدا او ابلكيشنز وتولز كتير، بس البي فروست ده يعني الاشهر والاكتر مع يعني اكتر حاجة الناس بتستخدمها. هو كويس جدا لانه كومباتبل مع ويندوز 7، بيشتغل على ويندوز 7 زي ما احنا شايفين دلوقتي. فهعمل ايه؟ اول حاجة اخش على الاو اس اكس فايلز بتاعه، اعمل له ريجستريشن للانسي واليونيكود، اعمل انسي ريجستريشن ريجستر ويونيكود يونيكود ريجستر عشان بس ايه يشتغل معانا كويس. ماشي. بعد كده بخش افتح حاجه اسمها الستوب كاستمر بتاعه او الستوب كاستمايزر بتاعه اللي هيخليني اقدر اعمل كرييشن للتروجن، هكريت من خلاله التروجن. طيب هو الستوب ده الستوب كاستمايزر هقدر من خلاله اكون الملف اللي انا هبعته. اوكي. فهو بيقول لك انت عاوز ايه، ممكن تعمل تخفي الفيرجن، ممكن مثلا انك تعمل انتي ديباجر، ممكن انك لو انت عايز تعمل ايرور مسج، يعني اول ما تبعت الملف ده للضحيه ويضغط عليه هيظهر له رساله معينه، بس طبعا هو كده هيعرف ان الجهاز مخترق فممكن يروح يغير ويندوز او يظبط جهازه فبلاش نعملها. ممكن انك مثلا ايه لازم تعمل الويندوز 7 كومباتيبلتي لان شغال على ويندوز 7، ممكن تكيل بروسيس معين عنده تديله اسم بروسيس يعمل لها كلينج. انا هخلي كل حاجه على الديفولت يعني زي ما هي عشان ما يحصلش بس مشكله معايا. اوكي. واقول له ايه جنريت، بيقول لي عايز الباتش اسمه ايه، وليكن مثلا هقول له اسمه خليه انت فايروس، واعمل له سيفنج على الديسكتوب عندي، طلع لي الباتش اهو. فانا اروح اخد بقى الباتش ده واديه لصاحبي، قال لي سكسفلي انه خلاص، هاخد الباتش ده وابعته للضحيه اقول له والله خد برنامج انتي فيروس شغله كويس شغله عندك او كده، فمجرد هو هياخده ويضغط عليه هقدر اختار جهازه. اوكي. طب كده تعالى نحط الفايل ده او الباتش ده عند الضحيه كده ونشوف. تعال نحطه عند الضحية. ده جهاز الضحية اهو، متفقين ان ده جهاز الضحية اللي هو الاكس بي. دلوقتي انا ضغطت على الانتي فيروس، الملف اللي انا بعته للضحية هو طبعا هيفتحه هيضغط عليه. شوف بعد ما ضغط عليه ايه اللي هيحصل عندي. هروح افتح برنامج اسمه بي فوست، افتحه شوف ايه اللي هيحصل عندي. شوف ايه اللي هيحصل. جالي ايه؟ جالي تبليغ قال لي ان الراجل اللي انت بعت له الملف فتحه، فده جهاز الضحيه عندي انا كهكر دلوقتي على جهاز الهكر. فاقدر اعمل فيه بقى، اقدر اعمل كل حاجه، اقدر اعمل حاجه اسمها فايل مانجر. انا افتح الجهاز بتاع الهكر ده، الجهاز بتاعه عباره عن السي، حتى لو دخلنا على الديسكتوب عنده البروجرام فايلز هنلاقي البرامج اللي عنده. لو دخلنا على الديسكتوب هتلاقي ملفات ديسكتوب، ده هو عنده ملفات. ملاحظين ان عنده ايه ملفين اللي هو عزت دوت والانتي فايروس. فعلا لو رحنا عنده على الديسكتوب هنلاقي إيه؟ ان عنده عزت اللي هو الملف اللي اسمه عزت وفي ايه انتي فيروس. انا بشوف الجهاز بتاعه، انا دلوقتي بتصفح الجهاز بتاعه. ده انا ممكن كمان اعمل ايه، ده انا ممكن اروح يعني اضغط يمين كده واعمل له داونلود للفايل ده، يعني اخد الملف ده عندي على الجهاز، اسحب ملف من عنده اي ملف. ممكن اقول له ابلود، ارفع اي ملف عنده على الجهاز. ممكن اقول له رينيم او ديليت، امسح الملف ده اللي عنده او اعمل له رينيم. تمام. اعمل اي، وهنا اوبن داونلود فولدر، ده لو انت عملت داونلود لاي حاجه بتلاقيها نزلت عندك في فولدر معين. اوكي.
طيب ممكن اعمل فيه ايه تاني في الجهاز بتاعه؟ ممكن مثلا اقول له سكرين كابتشر، اقول له ستارت، هيبدأ انه يفتح لي الجهاز بتاعه، يعمل سكرين كابتشر من الجهاز بتاعه. فعلا الجهاز بتاعه اهو وبيعمل لي لايف على فكرة، مش صورة، دي مش صورة، ده لايف، يعني بيعمل لي سكرين كابتشر لايف. يعني اروح بتاع الجهاز بتاع الضحية كده اشوفه، هلاقي فعلا هنا حاجات شغالة اهو، والهاكر فعلا الجهاز بتاعه التول جايبه لي ان الجهاز لايف. اوكي اشوف هو بيعمل ايه على جهازه. اقدر اعمل ايه تاني؟ اقدر مثلا ان انا ممكن اعمل حاجه اسمها كي لوجر، ممكن اشوف سيستم مانجر. سيستم مانجر هيقول لي نوع اللونز بتاعه ايه، ويجيب لي بيانات عن السيستم بتاعه، البروسيس ليست، يجيب لي البروسيس ليست بتاعته، لو في باسوردز هيجيبها لي. تمام، ممكن اروح اعمل له حاجه اسمها كي لوجر. كي لوجر فكرته ان كل حرف الضحيه هيكتبه على الكيبورد هيوصل له هنا. ممكن اقول له انيبل كي لوجر، لو الضحيه كانت تعالوا خليني يكتب في اي حاجه، لو فتح ملف زي ده مثلا وكتب فيه اي حاجه، او داخل يكتب باسورد على اي ايميل، هتلاقي ان جالي هنا الحاجه اللي بيكتبها. جهاز الهاكر اهو قال لي ان هو كتب ايه، بي 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 بي، جاب الحاجات اللي هو كتبها. ممكن اجرب حاجات كتير جدا معايا، انا ليا دلوقتي فول بريفليج عليه، او فول يعني ليا فول اكسس عليه، ان انا اقدر اتحكم في جهازه بشكل كامل. اوكي خلي بالك هنا عندك كام كابتشر، لو هو في كاميرا متوصله عنده هيفتح لك الكاميرا. تمام، يوزر نوتس، لو انت عايز تكتب نوت معينه عن اليوزر ده، تكتب عنه مثلا، ممكن اعمل له اقول مثلا اللي هو ده اسمه كذا، اقول ده مثلا اسمه احمد، الجهاز ده بتاع احمد مثلا، فقال لي ان اسمه احمد، غير لك الاسم بتاعه. اوكي وعالم ده الاي بي بتاعه، الاي بي بتاعه ايه، جاي منين إيه؟ فممكن تعمل كل اللي انت عاوزه في الجهاز، ما دام انت خلاص انت دلوقتي لك فول اكسس عليه وليك كل الصلاحيات عليه. طبعا الفيديو ده بهدف التعليمي، ان محدش يجاوبه على حد ولا حد يأذي حد. احنا بنعمل الكلام ده كله على فيرجوال ماشين عشان نتعلم بس، ونحمي نفسنا ونعرف ازاي لو حد بهاك علينا يقدر انه يعمل معانا كل حاجه. اوكي طبعا الباتش ده انت ممكن تعمل له حاجه اسمها ريبنج، انك تدمجه مع صوره او اي حاجه، وممكن تعمله تشنج ايكون، ممكن تلعب فيه وتظبط الانكريبشن بتاعه، الانكريبتوجرافي بتاعه، لو في اللي هو كفرد من اللي هو في اكتر من برنامج شايف او حاجه، ممكن تظبط له الانكريبشن بتاعه وتبعته للضحيه. فدي الفكره بشكل عام، انه بيتم ازاي القصه. يعني كنت عايز اوريكم القصه بتبقى عامله ازاي لو حد فعلا، انت طبعا جهاز اكس دي بي ده شغال ومش حاسس باي حاجه، يعني الجهاز ده مش حاسس باي حاجه، هو جهاز عنده بس سي وداخل يشتغل، وهو في واحد مهاك عليه وبياخد منه صور وبيشوف كل حاجه عنده، هو ده شغال مش حاسس باي حاجه. اوكي ده كان اللاب اللي احنا كنا عاوزينه. في لاب تاني، ان انت بقى ازاي ممكن تهاك على جهاز حد من غير ما تبعت له باتش او تبعت له اي حاجه. اوكي بس ده انا مش هحطه في الفيديو، اللي عاوزه ممكن يطلبه مني وابعت له الفيديو بتاعه يعني، بس مش هحطه في الفيديو ده. اوكي ممكن اللي عاوزه يطلبه مني، اللي هو الفولنربيلتي اتاكينج احنا كنا اتكلمنا فيها. طيب في حاجه اخيره كده انا عاوز اقولها، في حاجه اخيره عاوز اقولها خالص. الحاجه الاخيره دي، ان انا وانا في السيشن، انا بعد السيشن لقيت في ناس عندها كميه تشاؤم من المجال بتاعنا رهيبه جدا. انا مش عارف ليه، يعني كلام كتير اتقال بعد السيشن ده للناس اللي اتكلمت معاهم وكده، يعني حاسين ان هما بيدرسوا في، يعني ما بيدرسوش في مجال محترم او في حاجه زي الاي تي، لا طب حاسين ان هو ده حد يعني مش طالب داخل ثانويه عامه وجايب بتفوق وداخل حاسبات ومعلومات، محسين مختزلين فكره الاي تي ان ويندوز بينزل او هو الحد بتاع السايبر ده. فعلا الناس بعد ما اتكلمت معاها بعد السيشن حسيت بكده، لكن انا عاوز بس اوريكم حاجه قدام عينيكم عشان اعرفكم ازاي المجال بتاعنا ده مجال جميل جدا جدا، وتقدر تعمل منه فلوس كتير قوي. تعالوا كده نخش على جوجل ونكتب مثلا ايه، توب التوب فاكانسز في
2014 احسن وظائف في بالنسبه للوضع والفلوس كل حاجه في 2014. لو دخلنا على اول لينك بس ظهر لنا اول لينك هنشوف كده نعمل كونتين دوس سايت اول لينك ظهر لنا شوف مين احسن وظائف 2014. اول حاجه ايه؟ اول حاجه السوفت وير ديفلوبرز الابلكيشن سيستم سوفت وير ديفلوبرز اول حاجه. تاني حد الناس اللي هم بتوع الماركتنج الماركت ريسيرش اند اناليسيس اند ماركتنج سبيشالست اللي بيعملوا ماركتنج في الشركات. تالت حاجة تريننج اند ديفلوبمنت اللي بيعملوا تريننج للناس اللي هي بتدي كورسات على مختلف المجالات يعني. الناس بتوع الفاينانشال اناليسيس بتوع الفاينانشال اناليسيس دول اللي هما الناس اللي بيدرسوا محاسبة دول اللي بيدرسوا محاسبة وبيعملوا خطط استثمارية للشركات بيعملوا تحليل للسلع والمبيعات والتكاليف بتاعها وعشان يعرفوا الشركات ايه اكبر بروفيت ممكن او ربح ممكن يحققوه. تمام. الناس اللي هم بتوع الفيزيكال ثيرابيستس دول اللي هم ايه اللي هم ده احد فروع الطب اللي بيشتغلوا في العلاج الفيزيائي. تمام. الويب ديفلوبرز تمام الناس في المجال بتاعنا. الريجستريشنز دول اللي هم ايه اللي هم بتوع اللي بياخدوا مثلا المنتج يعني يوصلوا المنتج من المورد للمستهلك اللي هم مثلا بيبقى دارسين مودلز معينه ودارسين علوم معينه اللي هو ازاي مثلا يرسل الاحتياجات للمناطق اللي فات الكوارث ازاي بيقولوا تطبيقات عسكريه كتير. تمام. الداتابيز ادمنستريتورز الدي بي اي زي اللي اتكلمنا على الاوراكل دي بي اي في الحلقه اللي فاتت مثال للناس اللي هم شغالين في الادمنستريشن على الداتابيز ده برضه في الاي تي. الايفنت ميتنج والكونفنشن اند ايفنت بلانرز دول اللي هم الناس اللي بيعملوا التخطيط للمهرجانات والحفلات يعني مثلا كاس العالم اللي هيظبطوه في قطر اللي هيعملوه في قطر ده جايبين ناس ده ايفنت ميتنجز عشان يقدروا ان هم يعملوا ميزانيات وتواريخ ومواعيد ويحجزوا مواقع ويظبطوا مع المستشفيات ويظبطوا مع المرور ويظبطوا مش عارف ايه ويحطوا خطط وخطط بديله كل الافلام دي. تمام. الناس اللي شغاله في الترانسليتورز مهندسين البترول اخر حاجه حطينا في التصنيف انفورميشن سيكيورتي اناليست الناس اللي شغاله في انفورميشن سيكيورتي دول احسن وظايف منهم خمسة ستة ريليتد بالاي تي ناس شغالة في الاي تي. فانت ازاي انت مستقل بمجالك بالطريقة دي؟ اوكي. طيب اخر حاجة خالص بقى احنا كده خلصنا. اللي عاوز بقى اي سؤال اي حاجة عنده اي استفسار ممكن يكلمني على الفيسبوك اكاونت بتاعي. الفيديو ده اللي خاص بتيم موفكس كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنوفية. اتمنى التوفيق للجميع. كان معكم محمد عزت. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.